هكذا اصطف المواطنون صبيحة اليوم أمام شبابيك البريد لاقتناء قسيمة السيارات بعد أن كان اليوم آخر أجل لاقتنائها، قبل أن تعلن المديرية العامة للضرائب عن تمديد المدة القانونية لتسديدها وإلى غاية 15 أوت المقبل. سمير الذي قدم من قسنطينة وخوفا من انقضاء الأجل على غرار المواطنين اقتنى قسيمة سيارته بمبلغ 3000 دينار. بون انا لقيت شويه غاشي ماشي بزاف، شريت لا فينيت بون بريبري، لقيت لا فينيت اللي نحوس عليها لقيتها بون، دونك درت لا شين بور 20 مينوت هكذاك ماكسيموم. انا قانون ما نقدرش نتداو عليه سبحان الله، دونك انا كون يحكمني غدوة ان بوليسي ولا ان جندارم يقول لي ما شريتش لا فينيت، واش راه كيسكو واش راح تكون لا ريبونس تاعي معاه؟ نقول له باسكو مداروا حمله فيسبوك و تو، دونك سا اوكان سونس. دونك انا شريت لا فينيت تاعي بور اتراني كوريكت مع اللوا تاعنا. مواطنون آخرون أكدوا على وجود ندرة بعض القسيمات بسعر 1000 و2000 دينار في عدد من مكاتب الضرائب والبريد، متسائلين في ذات الوقت عن جدوى تسديد مثل هكذا ضريبة في ظل احتراء الطرقات. دخلت الغاشي بعمر بزاف فيتو، الناس يهبطوا يطلعوا يتو بزاف الغاشي باسكو داني ديلي كاين باسكو لا فينيت ناقصه شويه، سيرتو هذيك تاع 150 100 ناقصه بزاف كاع. ديسپونيبل في لي غران دو بوست y compris ben quelques recettes parce que j'ai fait le tour pratiquement ma cache les vignettes ailleurs kayen mais ma cache les montants ta kamel les vignettes question rachi oui kayen rachi parce que kamel am balhom belli اليوم le dernier jour mais apparemment dairo prolongation ta 15 يوم maintenant hna ana nkhalsou la vignette mais le problème la recette de la vignette louin ala yterouh est-ce que réellement c'est pour améliorer l'état ta les routes diawna chose qu'on n'est pas en train de voir du tout. بعد عزوف المواطنين عنها في الأيام الأولى من انطلاق العملية، ها هي اليوم مكاتب البريد والضرائب تستقبل المتأخرين وتمدد الآجال. يذكر أنه في حال انتهاء المدة القانونية فإن التسديد تلقائي للقسيمة يتم بدفع غرامة قدرها 50% من سعر القسيمة في حال شرائها وعدم إلساقها، و100% إذا تم التسديد بعد معاينة مخالفة عدم التسديد من قبل مصالح المراقبة المؤهلين قانوناً.